هو هيدخل، هو قال لي راحت عليا نوم، هو داخل ثواني اكتب له تاني. طب كويس، اوكي، ان شاء الله نخلص المنهج بقى النهارده عشان ايه، نرتاح. إن شاء الله مستر. ما يا حبيبي، وحضرتك في السعودية صح؟ لا انا في مصر. طب خلاص. ليه، في حاجة ولا ايه؟ لا كنت أسأل بس على مكان بيبيع اللي هي يعني لو حضرتك عارف مكان بيبيع اللي هي الألعاب زي الأسلحة وكده يعني. اه عشان عيد. لا عشان انا بعملها في البيت. عشان انت عايز تراضي في خلق الله. ايه عشان انت عايز تراضي في خلق الله. ايه والله ما سامع. بقول لك عشان انت عايز تراضي بيها خلق الله. هتعمل بيها ايه الأسلحة دي؟ والله انا بعملها كده وبقعد العب بيها وبس. بتصنعها في البيت يعني؟ اه طب ازاي بقى؟ ما مش أسلحة اللي هي بنادق، اللي هي الأسلحة العادية. اه أما بلاقي حديدة كده باخدها واحدة أدق فيها طب اسأل وبعملها. ايه جو، عامل ايه جو؟ تمام الحمد لله الاخبار اه كويس. كمل يا مومي، بتصنعها ازاي بقى؟ يعني مثلا درج باظ والحديدة بتاعته محدش هيستعملها، باخدها أقص الحتة اللي ملهاش لازمة فيها وأخلي لها بوز من قدام ايه ده وأعمل لها إيد وبس. ايه ده ايه ده اه ومعاك منها ايد ادوات، ازاي؟ معاك هتجيب ادوات منين وكده؟ يعني؟ هو انا يا بعملها ابني طالما لو البرج باظ خلاص مش هتعرف تصلحه تاني. مش بصلحه، ما هو ما بيتصلح بقى. اعملها شاكوش مثلا، بقى معايا شاكوش وشوية مسامير وفي حديدة كده فيها بوز من قدام بتساعدني ان انا اشيل الاجزاء اللي مش عايزها يعني. تمام. طب ومعاك ادوات وكده، مفك ومش عارف ايه بس مش معايا حاجات يعني، في حاجات مش معايا بس معايا مثلا مفك، شاكوش، بتاعك والله مش عارف اسمها ايه، بس هي الشاكوش بيدقها وهي بتبقى داخلة في حاجة بتقسمها. ايوه. معايا لزق و اللي هو الكتر، بس الحاجات دي ما بستعملهاش غير في الكرتون بس. الحاجات اللي بعملها بالكراتين اللي هي عشان كده لا الكرتون اللي هو يا مستر بيجي فيه اي حاجة. ايوه ماشي يا عم. والله يا ابني ربنا يكرمك بقى من الموضوع ده، يمكن يفتح لك شكلك ابواب هتطلع تانية. مهندس يا مؤمن، شكلك هتطلع مهندس. والله كلهم بيقولوا كده. لا ان شاء الله، باذن الله باذن الله ان شاء الله. ربنا معاكم يا شباب، ان شاء الله ربنا يوفقكم. بس احنا خلينا دلوقتي قبل ما نكمل، طيب بس عايزك يا مؤمن تصور لي من الكتاب بتاعك الكلمات بتاعت يونت 13 بتاع 13. طب الهاي هاي ليفل، ليفل. طب هاي ليفل 13 ايه ولا ليفل؟ ايه؟ ايه ليفل؟ يعني الحصة دي اه ماينر. هاي يعني. اه طيب تمام انا هروح بس اجيب الموبايل. اوكي ماشي يا مستر. هتراجعوا عليهم بسرعة وبعد كده نعمل لهم تسميع سريع يعني، عشان خاطر ايه، من الحاجة ما تقعش مننا، نبقى ماشيين مع بعض اول باول. عامة كده كده احنا خلصنا يونت 16 المرة اللي فاتت، خدنا الريدنج بتاعها والجرامر بتاعها، احنا خدناه قبل كده اللي هو الدايركت والاندايركت. الجرامر بتاعها اللي هو الريبورتد سبيتش، كده كده هنراجعه تاني مع الهلو.
يعني احنا كده كده الجرامر بتاعها هنراجعه كده كده مع الهندوم، فيعتبر احنا الحمد لله خلصنا المايند. بس فاضل لنا ايه بقى؟ فاضل لنا المراجعة، فاضل لنا المراجعة. احنا طبعا جدول المراجعة المفروض ان شاء الله هيبدأ في الاسبوع اللي جاي، من يوم السبت اللي جاي هنبدأ جدول المراجعة بتاعنا. بس احنا ايه، عشان نبقى جاهزين ونكون احنا updated على طول، نكون updated ما نكونش موقعين مننا حاجة ايه خالص. جيت يا مستر. يلا صور لنا بقى كده ايه. صور يا اسطى. تمام، كلمات يونت 13 ماشي. اول حاجة طلعت قدامي يا مستر. ايه الحمد ده؟ لله. هو اللي جاب سبايدر مان. ايه؟ بقول ايه اللي جاب سبايدر مان؟ انا ايه يعني. بعته فين يا مستر؟ ابعته على جروب الواجبات. تمام ماشي. تمام يعني خلاص صورته، بعتهم بقى. ثانية بس بدور على الجروب يا مستر. أيوه بقت كلمة نقطة بس. أيوه ما أنا عشان بس أخلي الجروب يطلع فوق. طيب أوف، إيه لو كنت بعته على جروب الساينس. تمام يا مستر، وصل. لسه ما وصلش. طيب في المكان اللي انا فيه الموبايل ما بيلقطش منه نت حلو. ايه يا مستر، بتبيع تاني؟ تمام. طب ابدأوا راجعوا بقى على كلمات يونت 13، بصوا عليها كده. تمام ماشي. هتكون في ديكتيشن ولا ايه؟ ماشي. على فكرة هي الصفحة الأولى هي التانية، ما تبعتش بالترتيب. ما بقاش بالترتيب. ماشي، انا فتحت اهو مثلا شفتهم واخدت بالي.
مستر يعني ايه تربويون؟ تربويون. اه هو عامة تربوي يمشي عليها كذا حاجة. أنا ممكن أقول إديوكيتور مثلا. لا اقصد يعني اقصد بالعربي، لان انا ما اعرفش معناها بالعربي، يعني تربوي دي عبارة عن ايه؟ التربوي ده اللي بيكون مدرس، اه بيكون مدرس خريج كلية التربية، بيتقال عليه تربوي. اه تمام. مصدوم. ايش ورجعت؟ راجع اخويا يا مصدوم. بص يا اخي، يا ابني بيعمل كده بمشاكل. لسه صاحي. سلام يا مستر، كل دول معناهم يفهم؟ انت مش فاهم. في الصفحة الأولى يمشي بنفس المعنى ده. كل دول، يا لهوي. يا جو صالح، يا عم يا عم، في ايه؟ يا حضرتك سمعتني؟ انا كنت هقفل، ما كنتش، انا اسف قافل ايه بس. يا عم؟ ده احنا سمعناك، ده احنا من بدري سامعينك وعمال تشتم وعمال في ايه يا عم؟
اللهم اني صايم، حسبي الله ونعم الوكيل. خد بالك يا جو، خد بالك، الله يخليك من الحاجات دي، عشان الحاجات دي مهمة. ناس ناس والله، ده انا فضحت بقى بجلاجل رمضان كمان. ولا يهمك، ده الحصة متسجلة حضرتك وهتنزل على اليوتيوب. لا يا نهار اسود، طب يلا يا شباب، اكيد رجعتوا بقى الحته، تراجعوا طبعا. أكيد ما احنا أكيد مش هنفضل نقعد 5 ساعات نراجع. ماشي، يلا بينا. يلا 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 نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اول كلمة يا شباب، تريك إيه؟ تريك. تريك. طيب حاضر. معانا يا مؤمن؟ ايوه يا مستر، بس انا هنكتب الكلمات بالعربي برضو. اكتبوها بالانجلش وبالعربي. ثواني بس اجيب الكشكول. تريك اللي هي تي ار اي سي كي. لا، تي ار اي كي. تي ار اي كي. تي ار اي كي. طيب عندي بعد كده سيتلرز. ايه؟ انا بس انا كنت سيتلرز، مستر لسه في الكلمة الأولى بجيب القلم. ماشي. احنا قلنا الأولى تريك، وقلنا تاني كلمة سيتلرز. تريك. ما يا مستر، طب انا اعرف تريك انهي واحدة منين؟ تي ار اي كي. طب ما الاتنين فيهم نون وفيرب. الاثنين فيهم نون وفيرب. اكتب الفيرب. طيب هما على فكرة سهلين، أنا ممكن أكتب الاتنين. ماشي، اوكي. هما الاتنين في الفيرب أصلا. هو في واحدة فيهم نون وواحدة فيهم فيرب. آه طيب قلنا أول حاجة تريك، بعد كده قلنا سيتلرز. ايه، 3 كلمة. ايه لسه ما قلناش التالتة، قلنا الأولى تريك، تاني واحدة سيتلرز، وبعد كده التالتة educators. educators. educators أنا ممكن أكتبها على الشات. ماشي. التالتة ايه يا مستر؟ educators هو ايه؟ التالتة educators. educators. ده دي اللي سألتها حضرتك عليها. طيب الرابعة whistle. رابع ايه؟ whistle. ببعت على الشات، يعني الكلمة اللي أنا بقولها بكتبها ببعتها على الشات. الرابعة وصل. اللي بعدها origins. Origins. origins واضح انك عارفها يا مؤمن.
بعد كده proud of. proud of. ماشي. بعد كده يا شباب exhibitions. بعد كده ايه؟ exhibitions اكسبيشن. بعتها للتشات بوت. عشان مش فاهم السبيلنج بتاعها، عشان مش عارف هي بتتكتب ازاي. طيب ماشي. وعلى قلت extinction exhibitions. اكستنشن. ايه اكستنشن؟ اكستنشن ايه؟ يا نهار اسود. اكزيبيشن زي ما تمام. مصر. هو صحيح يعني ايه اكستنشن؟ لا لها مؤمن دي. اكستنشن. والله والله هي اكستنشن دي جهاز او ماشين كده في الجيم اسمها اكستنشن، معناها الدفع. لا، انا اقصد اكستنشن كلمة بقى اكستنشن. المعنى العادي بتاعها يعني توسيع، تمديد. بس اللي هي انا شايف ان اكسبشن لا، يا هو مستر. اكستنشن اكستنشن معناها توسيع في او اكستنشن تمديد. اللي هي زي البروكة اللي بيحطوها منقرض صح؟ في. لا اكستنشن معناها توسيع او تمديد. طيب تمام. طيب خشوا على بقى اخر كلمة بقى imagerate. ايه؟ imagerate imagerate. تمام. طب اكتبها على هبعتها. الشات. تمام كده بتعمل. بس يا مستر كلمات المايند اقل من الهلو. بكتير. عشان وحدة المايند، درس المايند وحدة، اما ايوه وحدة الهلو ما شاء الله يعني. دروس. دروس كتير. بالعكس، بعدين انا مره قفلت في المايند قبل كده. عمال اقول لك المايند احسن من الهلو في شويه حاجات، الماين ده بس احسن في الفايدة وفي الكمية برضه.